السلام عليكم. أول حاجة إحنا لا علمانيين لا صوفيين لا غيره، إحنا ناس ممسكين مع عقيدتنا الحمد لله، و يعني شغالين بالقال والله والقال والرسول. بالنسبة لكلام الشيخ اللي اتكلم قبل شيخ هاي، أنا ما عندي، أنا عندي مداخلة بسيطة بس. يعني الزول في طريقة كلامه بيتكلم بيقول الشباب اللي ما عندهم أهل مثلا، المعصلين بناطلينهم، المفلفلين شعرهم كده يعني، تمام معاك؟ طيب انت لو بالمنطق ممكن تجيب الشباب اللي ما عندهم أهل والشفع اللي منهم العلمانيين، أنا ما علماني ولا صوفي زي ما قلت تاني، تجيبهم انت قاعدهم وتوريهم الدين بالمنطق وبالدين، يعني بفهمك انت توقع لهم الحاجة دي انه الحاجة دي غلط، لكن انت ما بتستخدم معاهم اسلوب التحكم واسلوب مثلا يعني ترهيب، بتوصلها لهم بالدين وبالعقل، تمام معك؟ وشكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ المتحدث جزاه الله خير، أول حاجة بيّن إنه ما علماني، ودي أخواننا نقطة والله تفرحنا فرع عظيم، وده يدل على إنه العلمانية بفضل الله سبحانه وتعالى لشباب المسلمين تمثل ذمًا عند شباب المسلمين، وده فضل من الله سبحانه وتعالى كبير، وهو ما منتمي لأي حزب ولا جماعة، وده شيء يا أخواننا الهدف بتاع المنبر، إنه الناس لا يبقوا كيزان، لا يبقوا صوفية، لا يبقوا أنصار سنة، لا يبقوا علمانيين، لا يبقوا غيره، وإنما الواحد يكون مسلم حر يودين، ما حق جماعة ولا طائفة ولا حق ناس معينين. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية في مسألة الأسلوب، جزاه الله خير، هو يعني نصحنا في مسألة وذكر إنه فيها يتبع للقرآن والسنة، ونحن من القرآن والسنة إن شاء الله بننطلق. أول حاجة نحن ما بندعي لروحنا العصمة، دي أول حاجة. ممكن أنا أغلط، ممكن أبو بكر يغلط، ممكن غير يغلط، دي مسألة. المسألة الثانية إنه يا أخواننا الناس بخابوهم على حسب منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تشمل العلم الشرعي بالمسألة المعينة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين تشمل العلم بحال المدعو. نمرة ثلاثة تشمل العلم بطريقة إيصال الدعوة، وربنا قال في سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فربنا سبحانه وتعالى قسم الناس يا أخواننا إلى أقسام. القسم الأول هو الإنسان المستفيد الجاهل، وده أنت ما بتشد عليه ولا بتتكلم عنه، ولا ده كلام أخونا محي الدين عن الطلاب الفلوتر ولو كان عندهم معاصي. أخواننا ديل بفضل الله سبحانه وتعالى بيعلموا إنه كثير من الناس، وما في مننا واحد معصوم من الخطأ، لكن يا أخواننا الزول الفرق. ما الليل أنا بلقى واحد من الشباب شايل له بيبسي كباو في شعره كويس، وبيجونا نحن في البيوت وبنمشي ليهم وأصحابنا وأحبابنا وأي حاجة، وبنعرف ناس واحد بيشرب سجائر وبيسيف تنباك وقد يشرب وقد يفعل ويفعل، لكن يا أخواننا في فرق بين زول لأنه يعني بسبب الجهل وكذا وكذا قام يتورط في المعاصي دي، وبين زول داير يدعو الناس للمعاصي دي تبقى منهج بتاع حياة. في فرق ولا ما فرق؟ فرق. ولذلك يا أخواننا العلماء قالوا كما فرق الدين ودحل الدعوة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، في إنسان جاهل ده أنت بتديه الحكم الشرعي وتبين له والموضوع انتهى، في زول تاني ما معارض لكن يا أخواننا غافل بسبب معاصي وشهوات وكذا وكذا، وده حال كثير من الشباب الليلة. انت زي ده بتوعظه وتديه الآيات وتذكره بالجنة والنار وبعذاب القبر إلى آخر،
نمرة ثلاثة في زول برضو ما معارب لكن عنده شبهة، عشان كده ربنا عز وجل من أجل الحفاظ على قلوب المسلمين حرم الجلوس إلى أهل الباطل. وعشان كده دائما أخواننا بقولوا لو تمشي تقعد لفاسق عديل تمشي تشيل لك مش الدلوكة دي، تشيل البدوكة الدلوكة ذاته زي ذاك اسمه منو بتاع الأورغان ذاك بيرفع الجماعة فوق، مش لو رفعتها بتاع الدلوكة بيدلوكته ذاته، ده أفضل من إنك تمشي تسمع لك لعلماني أو مجرم أو ضال. فالزول زي ده الزول اللي بيكون يا أخواننا وقع عليه شبهة بسبب إنه مشى قعد لناس وسمع لهم، ده برضو يا أخواننا شنو ربنا قال وجادلهم بالتي أحسن، ده القسم الثالث. القسم الرابع ربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ده برضو القسم الثالث. لكن في ناس ثانيين قال شنو إلا الذين ظلموا منهم. ولذلك نحن أخواننا بننزل الزول على حسب شنو على حسب منزلته، ده نمرة واحد. نمرة اثنان الليلة أخواننا يوم الأربع ده يوم منه المنبر ده له كم سنة؟ أسأل الناس الخريجين المنبر ده له كم سنة؟ ليه الليلة الأحزاب دايرة تعمل جوطة في يوم المنبر ده؟ ليه؟ ده ما سؤال بيطلع نفسه. وانت الليلة قلت شلت الكيزان وبداية المنابر بيجي يقولوا لنا يا أخواننا نحن جبنا الحرية وانتوا بتتكلموا عشان نحن جبنا لكم الحرية، هسي الحرية ضاقت عليكم؟ مالكم الحرية قفلت قفلتوها خلاص؟ عندها زمن؟ عندها علبة بتاع الصلصة؟ عندها يعني صلاحية؟ الخلاكم انتو تكوركو من المنبر ده شنو؟ ده ما سؤال. ليه انت تعمل شوشرة؟ عشان كده انا من حقي اغضب وازعل. الليلة نحن لو جينا في يوم الجبهة الديمقراطية وجينا تكلمنا لهم وكوركنا عرفتها وجينا شلنا المصايب دي ودقيناها جنبهم معليش ازعل. لو جينا في اليوم بتاع المستقلين الناصرين كل الاحزاب دي يا اخي بيشتغلوا هنا حفلات حفلات، خليك من الحفلات. قبل صلاة بتاعت العشاء الناس اللي قاعدين، انا قاعد جوا هنا قبل الاذان قبل الاذان قاعد جوا هنا، الجماعة يدقوا والناس في الصلاة الشباب المسلمين خلاص. فالناس يا اخواننا زي ديل انا ما بخاطبهم بالتي هي احسن، وكلام اخونا محي الدين ما موجه للطلبة الما منظمين ولا هم قاصدين الدين، زي اخونا قبل شوية ده قال انه هو بيعظم الكتاب والسنة وما منتمي للعلمانين او الاحزاب، فده ما كلامنا ما موجه لك. ولا كل الناس القاعدين ديل كلهم الان او كلنا نحن مطبقين شعائر الدين. ولذلك يا اخواننا نحن دارين الناس كلامنا ده ينصفونا فوقه. نحن زول جانا هنا زي ما أسي المتحدث الأول جا خش هنا المناقش شيخ أبو بكر رد له بهداوة وكذا وكذا. أنا المنبر الفات ما حضرته، شيخ أبو بكر لما في واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ضاقت عليه الأرض بما رحبت ثم ولى مدبرة، فهمت؟ لأنه الإنسان يا أخواننا بيفرق بين الزول المسترشد المستفهم وبين الزول المجرم اللي بيجي داري عارض الدين وداري ينشر الفسق والفساد بين المسلمين. فنحن دارين أخواننا يا أخواننا يزول حضور في المنبر أو زول الآن واقف في منبرنا ده يفهم الكلام بسياقه وينصف الكلام بتاع أخواننا. بفضل الله نحن ما قاعدين نخطئ على زول ولا في زول من الناس اللي ما بيستحقوا هذه الأوصاف نحن قاعدين نتكلم عنه ونصفه بهذه الأوصاف. لكن كمان نحن أخواننا الناس تنصفنا، نحن في محلنا ده ولا لا مشينا لزول ولا اعتدينا على زول، يجوا الناس يعتدوا على منبرنا ده، هسي ده اعتداء ولا ما اعتداء؟ ده اعتداء ولا ما اعتداء؟ يعني الناس ديل اللي بيجوا يعتدوا على منبرنا ويكوركوا انا اسوي لهم شنو عشان ما يجوا يكوركوا؟ والله الا اجيب لي صيني يعطس فوقه عرفتها؟ لكن احلها لهم كيف؟ خلاص؟ فيا اخواننا الناس تنصفنا يا اخي الناس تنصفنا. احنا كلامنا للجماعه ديل ونحن دايرين انهم ليه لبدوا؟ انتوا لابدين ليه؟ فرصه مفتوحه للمداخلات. تعينا الاحزاب تعالوا خشوا قالوا يتلملموا كلهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن هؤلاء ده فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون ربنا قال فأرسل في المدائن الآيات القبلية الآية القبلية فأرسل في المدائن فأرسل في المدائن حاشرين فنحن أخواننا كلامنا إنه الناس تجي
الجامعات دي محل بتاع حجة ومنطق. المنابر الفاتت أنا بس معلش أفتح لك الفرصة بعد شوية. المنابر الفاتت كل الناس كان بتتكلم تصوركم للدولة شنو وانتم ما عندكم نظام. بدينا نعمل الدولة جابوا الباغات. يا ناس ما تنصفوا الله يهديكم، فرصة مفتوحة.